كلمة. هذه نقطة في الرواية. النقطة الثانية أنه هذه الآية نزلت في أخريات ماذا؟ حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا قد يقال بأنه هذا كيف ينسجم مع أن الزكاة مشرع قبل ذلك، كيف يقول الإمام أنزلت آية؟ الجواب إخوان الجمع بين الأمرين أن الشريعة، أن النبي صلى الله عليه وآله أو القرآن كان قد شرع الزكاة، ولكن تشريع الزكاة شيء، وأن يبعث العمال لجباية ماذا؟ الزكاة شيء آخر. الأمر الأول وظيفة المنبر، يصعد على المنبر يقول شنو؟ ها؟ الزكاة واجبة. عمي اللي يريد ينطي ينطي، والما ينطي شنو؟ موفقين إن شاء الله. شو يقدر يسوي الأحد؟ عمي الكذا، العمل الكذائي فيه جلد، فيه رجم، أيها الناس هذا حكمه. أما إذا قام به الإنسان في الخارج وارتكب ذلك العمل، أما من يقيم عليه الرجم أو الجلد أو القاتل أو هذا بحث آخر. وهذا هو الإسلام السياسي إن صح التعبير. الأول الإسلام شنو؟ التشريعي. والثاني شنو؟ ها؟ الإسلام السياسي. يعني شنو؟ يعني أكو حكم مولانا، تدفع تدفع، ما تدفع شنو؟ ها؟ بالقوة يأخذون منك. الآن أكو واحد يقدر في النظام هنا عندما يقولون أكو ضريبة عليك ما يدفع ضريبة، هو يمنعوه من السفر، بعد ذلك يسجنوه، بعد ذلك يحجزون ماذا؟ على أمواله. وهذا عمل الحكومة. إذن هذا التعبير خذ من أموالهم، وهذا من أهم الأدلة على الإسلام السياسي إخواني الأعزاء، حتى يكون في علمكم. وإذا أسألكم أساسا منو قال رسول الله كان عنده حكومة إسلامية بالمعنى المصطلح؟ هذا معنى الحكومة الإسلامية. خذ من أموالهم، خذ من أموالهم، غير قل لهم بأن الزكاة ماذا؟ واجبة. وقد تشرع الزكاة، قد تشرع الصوم، ولكن يعمل الناس أو لا يعمل؟ لا يعملون. إذن خذ، وإن كان متأخر لأنه مرتبط بالإسلام السياسي، أما التشريع مرتبط قبل ذلك. هاي الرواية الأولى.